وللمزيد ينضم إلينا في استوديو اليوم السيد إسماعيل عيسى الخبير التقني والمختص في ريادة الأعمال. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك في هذا اللقاء. طيب سيد عيسى، في البداية نتحدث عن تقنيات حديثة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل باتت فعلا تهدد المهن البشرية وكيف؟ أعتقد اللي احنا محتاجين نفكر فيه الأول، هل الموضوع ده جديد ولا هو موجود من زمان؟ الفكرة ان من بداية يمكن الألفية الجديدة أو يمكن الألفية اللي قبلها كمان، كان في عدد معين من الأشغال كان دايما بيتم مع وجود تقنيات جديدة، مش لازم بالشكل الموجود الحالي، بس مع وجود التقنيات المختلفة كان دايما بيكون في أشغال جديدة بتطلع بتقدر ان هي تبدل أشغال الموجودة بالشكل القديم بأشغال جديدة. يعني مثلا زمان كانت الانتقالات مثلا بتتم عن طريق الأحصنة، فكان في الحدادين اللي بيشتغلوا عليها. بدأت مع ظهور السيارات ان يكون في الناس تبدأ انها تنتقل من صناعة الأدوات المختصة بالحصنة لأدوات المختصة بالسيارات. بتشوفوا انه شيء طبيعي بالسيارات. شيء طبيعي، واعتقد ان هو هيحصل، بس الفكرة ان احنا كيفية التعامل معه هو ده المهم ان احنا نركز فيه. يعني كان في دراسة كانت عاملاها شركة أكسفورد بتقول ان عدد الأعمال في 25 سنة قادمة هتقل بنسبة 47% عن العدد الموجود دلوقتي. ولو بصينا بشكل مثلا تاريخي شوية للفترة القديمة، هنلاقي ان الأعمال الموجودة الحالية هي 12% بس من الأعمال اللي كانت موجودة سنة 55 تقريبا. لكن الآن يعني يمكن صار فيه ثورة تكنولوجية، ثورة تقنية في في في, في سوق العمل، وصار فيه توجه واضح وكبير جدا من قبل كثير من الشركات والمؤسسات. لو أسألك سيد عيسى، ما هي أبرز المهن اللي هي يمكن نقول أنها مهددة في ظل التطور التكنولوجي والتقني؟ تمام، أعتقد المهن اللي هي معتمدة على الشغل المتكرر والشغل اللي بيحتاج حاجات ليها علاقة بالسرعة أكتر أو بالدقة أكتر. فلو بنتكلم على الشغل المحاسبي على سبيل المثال، أو على الشغل ممكن شغل أطباء كمان، ممكن الناس تعتقد أن شغل الأطباء هو محمي بشكل ما من هذا التغيير، بس الفكرة أن حاليا مع وجود قواعد البيانات الضخمة جدا اللي هي الجهاز نفسه يقدر أن هو يعمل سكان للمرض أو لجسم الشخص، ويبدأ أن هو يقارن الصورة ويقارن الأشعة أو يقارن التفاصيل دي بملايين يمكن ألاف أو ملايين الحالات المشابهة على مستوى العالم، ويقدر أن هو يوصل لتشخيص أسرع بشكل كبير وأدق بشكل كبير جدا. مدام ذكرت يعني أنه مهنة مهمة جدا كطبيب، أتوقع أنه يعني مش رح يعوض 100%، ولكن في وجهة نظر أخرى تقول أنه مهما وصلت هذه التقنيات من تطور إلا أنها ذكائها يكون قاصر، يعني عندما يصير العقل البشري يتحرك بسرعة. صحيح، إحنا لما بنقول تمام، احنا لما بنقول ان في تبديل مش هيكون تبديل بشكل 100% زي ما انت بتقولي بشكل اكيد. الفكره ان العدد الناس المطلوبين ان هم يقوموا بنفس الاعمال هيكون اقل بشكل كبير، والحرفيه والسكيلز والمهاره المطلوبه هتكون اعلى بشكل كبير. يعني يسهل، يدعم، يختصر بالزبط. الوقت بالضبط والجهد بالضبط. صحيح. طيب لو نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، دوره مستقبلا في الانتقال الى عصر تكنولوجي ذكي تتحكم فيها الآلة ربما في مجريات وحياة وعمل الناس، كيف بتشوف هذا الموضوع؟ اعتقد ان الموضوع ده هو الاساس دلوقتي، هو ده اللي اكتر الشركات بتبتدي ان هي تركز فيه، يمكن مش الشركات بس، يمكن مجموعه من الدول الكبيره كمان. الموضوع ان هو ليه نظره دلوقتي ان هو ده المستقبل، فاحنا نشوف الدول بتمشي يعني ايه الخطوات اللي الدول الاخرى بتعمله او الشركات الاخرى بتعمله، ونبدا ان احنا نكرر وان احنا نعملها. بس في بعض الشركات بدات انها تاخد الموضوع بشكل اذكى شويه، يعني في شركه من الشركات المشهوره كبيره اسمها اسنشر، الشركه دي يمكن ليها الاف الموظفين على مستوى العالم. الشركة دي قررت ان هي الادارة بتاعتها قررت ان هي تطلب من الموظفين، اي موظف هيبدأ ان هو يلاقي وسيلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي او الاتمتة لعمل شكله بشكل اسرع، مش هيتم الاستغناء عنه، مش هيتم رفضه، بالعكس هيتم ترقيته بشكل ما، وهيتم اعطائه بعض المهام الاهم واللي هي محتاجة للعقل البشري ان هو يشتغل فيها. وطبعا بكل حال من الاحوال، مجموعة الاعمال اللي لها علاقة بالفن او بالاحساس او بالعاطفة، ده باي حال من الاحوال استحالة ان الماشين او الذكاء الاصطناعي يبدا ان هو بصمة العقل البشري. صحيح. اكيد ستغلب. صحيح. ولكن يعني امام هذا المشهد والتطور التقني في كثير من المخاوف الان بالنسبة للموظفين او حتى في سوق العمل مع توجهات المؤسسات الجديدة. صحيح. هل لهذه المخاوف او هذه المخاوف مبررة؟ هي تقدر تقولي مبررة وغير مبررة. مبررة بشكل ان هو الكلام ده هيحصل، لان في الاخر ما ينفعش انت بتشوفي البلاد التانية والشركات التانية تقدم الامام، ما ينفعش انت تفضلي واقفة مكانك.
بس الفكرة ان كل شخص يبدأ ان هو يركز ان هو يكون المهارات بتاعته متفقة مع مع المستقبل اللي جاي او متفقة مع اللي مطلوب في سوق العمل، لان بكل تأكيد العدد بتاع الناس اللي بتشتغل هيقل بشكل كبير، بس مهارات الناس هتزيد بشكل كبير. واعتقد ان اللي بيقولوا عليه السوشيال ستابيليتي او ان الاتزان في المجتمعات ده هيكون من اهم المشاكل المصاحبه لهذا الموضوع. اشكرك جزيل الشكر اسماعيل عيسى الخبير التقني والمختص في رياده الاعمال، شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا في ملفاتنا الرياضيه بعد قليل مع عمر، المخدرات ملاعب كاس العالم، ما هو الحل، العقاب ام الاندماج؟